يعني اذا انت بتشوف الصور اللي موجوده من غير ما اكتب لك اسم المنطقه، شو بتعتقد انك مالك تطلع على ايش؟ على غزه. يعني ما في فرق بين طول كرم وجنين وبين قلقيليه وبين ايش؟ بين غزه، في الاعمال هم بيسووه من تجريف للطرقات وهدم للبنيه التحتيه. شو معناها؟ من هذا الحد بالنسبه لهم انه اعاده احتلال الضفه كلها، وهذا سيكون على مراحل، وترحيل كل الشعب الفلسطيني وليس جزء منه، كل الشعب الفلسطيني الى خارج فلسطين، هذا سيكون بالنسبه لهم. دعونا نقول، وهذا لن يحدث، ولكن دعونا نقول انهم فعليا استطاعوا انهم يقوموا بايش؟ باحتلال كل فلسطين، وقاموا بتوزيعنا الجزء الاكبر على الاردن حسب خطتهم، والجزء الثاني الاكبر من اهل غزه على سيناء، وجزء الامارات وافقت تاخده، وجزء السعوديه وافقت تاخده، وجزء يعني يتم توطينه في لبنان وسوريا، وجزء حتى في البحرين وافقت تاخده، وجزء قطر ستجبر عليه. يعني وزعونا على هذه الدول فدية الأرض المقدسة من كل الفلسطينيين. فنسأل، هل ماتت العقيدة؟ مستحيل أن تموت العقيدة. هل سيرفع القرآن الكريم؟ مستحيل أن يرفع القرآن الكريم. طالما إنه المسلم موجود والإسلام موجود، القرآن بين أيدينا، وطالما إن القرآن موجود الأقصى موجود. إنه الأقصى موجودة فين؟ في القرآن، مكتوبة في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هل سيستطيع مسح كلمة الأقصى من عقول الناس؟ إذا بدهم يمسحوها من عقول الناس، عليهم أن يمسحوها من إيش؟ من القرآن الكريم، ويقعدوا فترة 40 سنة على الأقل وهي ممسوحة من القرآن الكريم، عشان شو بدو يمسحوها من عقول الناس كما يفعلوا في المناهج. يعني لربما مرت عليكم في الفترة الأخرانية يعني بعض الكلمات التي تغير في المناهج في السعودية مثلا. في السعودية يتكلموا عن كفار ومشركين قريش، كفار ومشركين قاموها وشو حطوا محلها؟ المعارضة. معارضة لايش؟ للنظام اللي جاء فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شو اعتبروهم؟ معارضة. طبعا اخواني من ناحية سياسية قد يعني تنجح المعارضة في حكم البلد. ليه؟ لانه هذه انتخابات بدها تصير بين الحكم او الحاكم وبين المعارضة تبعته. فاذا المعارضة ارتفعت، الحاكم شو بصير؟ بصير هو المعارضة ينتقم، ينتقل الحزب الحاكم لجهة المعارضة. فهم يحاولوا أن يغيروا المفاهيم الموجودة في عقول الناس بهذا الشكل. فلن نقول، لن يتم ولا بأي حال من الأحوال يعني مسح كلمة الأقصى من عقول الناس، لسبب بسيط جدا، لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يعني حفظ القرآن الكريم هو من الله سبحانه وتعالى. فلنأتي إخواني كما قلنا، تكلمنا عن نقطة نتكلم عنها في الجهة المقابلة، اللي هي فكرة الخوف من الموت. الخوف من الموت يعني أصبح هناك قناعة كاملة وتامة عند بني إسرائيل إنه الفلسطيني المخلص لله عز وجل شو ماله؟ لا يخاف من الموت. هذه القناعة صارت موجودة عندهم، عشان هيك عمالهم بتحولوا لبدل القتل لإيش؟ للتهجير، للتفريغ، لتفريغ الأرض. يعني هاي الخطة، الخطة القادمة للتفريغ. يعني مش قادرين عليهم في القتل، أو نسوي ردع عن طريق القتل، شو بدنا نسوي؟ يا إما بدنا نقتلهم كلهم، وهذا لن يعني لا يسمح به دوليا، لا يسمح به دوليا، أو شو بدنا نسوي؟ بدنا نهجرهم، وهذا قد نقوم بشراءه بالمال. يعني نعطي مصاري لمصر، الامارات هي ما هي اصلا هي موافقه انها تاخذ يعني مباني تسوي مشاريع مقابل التهجير، السعوديه نفس الشيء مسوي مشاريع مقابل التهجير، يعني كل واحد بنشتريه بطريقته فنقوم بالتهجير. نقول فكره القتل، الردع عبر القتل يعني لا يحسب. طب ناتي لفكره
الردع او خلينا بديش اقول القتل، لم استخدم كلمه القتل، استخدم كلمه الموت، الموت الطبيعي. يعني الان ما يحدث على الساحه، نتنياهو بيعتبر حاله انه في حرب على 7 جبهات، هيك بيعتبر حاله في حرب على 7 جبهات، ويتكلم يعني قبل ما يطلع لامريكا قال نحن في حرب على 7 جبهات، وكررها في مؤتمر موجود في امريكا انه في حرب مع ايش؟ مع 7 جبهات. في هاي الحرب الموجوده على 7 جبهات نتكلم عن الشعب، لا نتكلم عن السلطه الاسرائيليه، عن الناس اللي موجوده تحت السلطه، الناس الموجوده تحت السلطه بغض النظر هي فوق السلطه الحاكمه ولا المعارضه ولا غيرها، لانه ما في فروقات في الناس في هذا الامر. فكره الموت لما يشتموا اشتمام رائحة الموت، شو بصير فيهم؟ يدب الرعب، نقول الخوف، الكلمة الربانية شو هي؟ الخوف في قلوبهم، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فالصفة اللي موجودة، الصفة الثابتة الموجودة في قلوب هؤلاء شو هي؟ الخوف. وهذا الخوف نتيجة ايش؟ نتيجة الموت من أي سبب؟ يعني مش شرط من الحروب اللي هم هلا في 7 جبهات حربية وقد تزداد، ولكن من أي سبب هذا الخوف شو بكون؟ بكون مانع عن الحياة اللي هم بدهم يعيشوها، لأنه بالنسبة لهم هذه الدنيا هي الجنة، فكيف تحيا في جنة وأنت في خوف؟ بنفعوش. الجنة حتى تكون جنة تحتاج إلى إيش؟ طمأنينة. يعني الله سبحانه وتعالى لما تكلم مع سيدنا آدم شو قال له؟ قال له أسكن، بدل أدخل شو قال له؟ أسكن، بدل كلمة أدخل شو قال له؟ أسكن. شو يعني أسكن؟ يعني هنا مكان السكينة، هنا مكان الطمأنينة، السكينة أعلى درجات الطمأنينة، هنا مكان الطمأنينة. فبدون سكينة وبدون طمأنينة لا توجد جنة ولا توجد حياة. وعند هؤلاء الخوف نافي لإيش؟ نافي للسكينة، الخوف نافي للطمأنينة. فلما يوضعوا في هذا المكان ماذا يحدث بتفكيرهم؟ هذا التفكير عائلهم هون إخواني، مع إنه الله سبحانه وتعالى أعطاهم أفضل عقول، أفضل عقول، ولكن عند الخوف شو بصير في التفكير؟ بيخرب، يضطرب تفكيرهم، ما بيقدروا يفكروا بطريقة سليمة. فمن أول 17 شو صار بتفكيرهم هون؟ ضرب، يعني بطلوا قادرين يفكروا بطريقة خداعية يخدعوا فيها الناس، فأصبح قتلهم وتدميرهم وحرقهم شو ماله؟ خارج السكة تبعت التفكير، خارج سكة التفكير، ولكن ضمن عمل القلوب. قلوبهم مش مالها خربانة، وما يتوافق مع قلوبهم اللي احنا بنشوفه، كل اللي بنشوفه يتوافق مع عمل قلوبهم، ولكن كان هذا العمل يحدث تحت الستار. ليه؟ لأنه مغطى بتفكير عندهم من أول الحرب. هذا الستار التفكير شو ماله؟ أزيل، انزل. ولما زال هذا الستار شو صار في عندهم؟ صاروا ودخلوا في مرحلة الخزي، ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دخلوا في مرحلة الخزي، وأذكركم إخوان إنه الخزي مش بس إلهم، وإن شاء الله لأعوانهم، وإن شاء الله لأكبر أعوانهم. ولعل الخرف اللي دخل فيه بايدن وكل اللي صار معه واضطراره في النهاية الانسحاب من الترشيح في آخر، يعني هو احنا قريبين عن فترة الانتخابات، الانسحاب من الانتخابات هو جزء من خزي الله سبحانه وتعالى أخزاه في هذه الدنيا. ليه؟ لأنه وقف مع هؤلاء في حرب علنية مفضوحة خزتها الدنيا وتكلمت عنها الدنيا كلها. وإن شاء الله هذا الخزي سيلحق بكل من يناصرهم، حتى من العرب، حتى مصر، حتى الإمارات، حتى السعودية، حتى البحرين، يعني حتى كل واحد عمل معهم اتفاقات أو فتح لهم سفارة في بلادهم
سيلحق الخزي بإذن الله سبحانه وتعالى إلا أن يتدارك. ولا زال الأمر مفتوح، ولا زال الأمر متاح، ولا زال الباب مفتوح، بالإمكان أن تتدارك وأن تعود وترجع وتذكر أن وعد الله حق. وعد الله حق، وعد الله سبحانه وتعالى ما في شيء ممكن يعطله. والله سبحانه وتعالى وعدنا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أنت اللي حاطط إيدك بإيد هؤلاء، الله سبحانه وتعالى تتكلم عنهم في القرآن الكريم أن وجوههم ستساء. وتذكر أنك إذا أنت حاطط إيدك بإيدهم وجهك أيضا سيساء. ما راح يجي على سبيل المثال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام والتزم لك العذر ويقول والله أنت كنت تساعد اليهود، إحنا بدنا نعاقب اليهود بس نحن بدناش نعاقبك. لا، ما أنت حكمك بحكمهم، وأنه من تولهم منكم فإنه منهم، حكمك بحكمهم عند الله عز وجل، هذا أمر الله عز وجل. فاعلم أنك إن كنت تؤمن بالقرآن الكريم فعليك أن تسحب يدك من يدهم، وإلا إن أبقيت يدك بيدهم فنحن نشك بإيمانك. يعني من المؤكد أنك لا تقرأ القرآن، أو لا تؤمن بالقرآن، أو لا توافق على القرآن، أو أنك مدسوس على القرآن وتقول أنك مسلم وأنت لست بمسلم، وتقول أنك عربي وأنت لست بعربي، وأنت على الحقيقة منهم من بني جلدتهم، ولكن تتخفى بطريقة من الطرق أنك منا. ولذلك سيبقى سواء كنت متخفي أو لست بمتخفي، طالما أن يدك بيدهم ستكون منهم بحكم الله سبحانه وتعالى، وستصيبك هذه الإساءة. كفي إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا التفسير، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقولا صائبا بإذنك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادى. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزون. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم نشف الدم في عروقنا، اللهم احصهم عددا واقتلهم جددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحد. اللهم رحماك بالبلاد، اللهم رحماك بالبلاد، اللهم رحماك بالشيوخ الركع، اللهم رحماك بالأطفال الرضع، اللهم رحماك بالبهائم الرضع، اللهم رحماك بإخوتنا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ظمأ فاسقهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم، أحسن الله لكم، بارك الله فيكم، أكرمكم الله يا رب. بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بس تروحوا اللي بحثوا شو استهجروا